باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة الموضوعين بتوع العشر دقايق والموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي مرتبطين قوي ببعض. زي ما سمعنا كده في العشر دقايق بنتكلم عن النظرة الإيجابية، والكلمة اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي زي ما اتبعت لكم كده العنوان عن أسوأ الحروب. أسوأ الحروب، الحروب أو الحرب اللي ممكن تخلي واحد ممكن يكون في درجة عالية جدا 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 في القامة الروحية، لكن بيتحارب بالحرب دي ممكن يقع في إن هو يفقد إيمانه ممكن بربنا، أو يضعف قصاد ناس ممكن هم هو كان بكلمة واحدة كان بيخافوا منه، زي مثلا إيليا بعد ما موت كل أنبياء البعل، بعد ما قدم الذبيحة وربنا قبل الذبيحة وربنا أظهر إن إيليا ده هو اللي هيقود الشعب ناحية ربنا ويرجعهم لربنا، بعد ما خلص ده وقتل أنبياء البعل، إيزابيل هددته تهديد، قالت له بكرة الصبح أنت مش هيصبح عليك يوم وهموتك. جري إيليا وهرب، وبعدين اتحارب بفكرة وهو هربان. الفكرة دي اللي قالها ربنا لما قال كده، هو قتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي ومفيش حد يا رب يعبدك، وأصيب إيليا بهذه الحرب وهذا الضعف اللي كان هو موجود فيه، مع أنه عمل حاجات كتيرة جدا ممكن توري ان هو عنده الفضيلة الجميلة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة، لكن وقع في حتة اليأس، وقع في حتة اليأس وقال بقيت انا وحدي ومش شايف اي حد يقف معايا ويسندني في الحرب اللي انا داخلها ديت، حرب ضد الشر اعمل فيها ايه؟ فدخل إلي في هذا الاحساس، الاحساس باليأس. دخل فيه كمان واحد زي جدعون لما جه ربنا وقال له كده، بعت له على اسم على لسان الملاك يقول له الرب معك يا جبار البأس، قال له بأس ايه؟ ده انا الضعيف، ده انا القليل، ده احنا فين البأس ده؟ انت مش شايف ربنا فين؟ هو فين ربنا اللي بيعمل معانا المعجزات القديمه اللي كان بيعملها زمان؟ هو فين وفين وفين؟ ووقع واحد زي جدعون في حرب اليأس، حرب عنيفة جدا ممكن يوقع فيها حتى ممكن القديسين. ولكن احنا بقى عايزين نشوف الشيطان بيحارب فينا حتة دي ازاي علشان نرد عليها ونشوف نقاوم الحرب بتاعت الشيطان دي ازاي. ازاي الشيطان بيشتغل علشان يخلينا نقع في اليأس؟ ده سؤال. ازاي الشيطان بيحاربنا علشان نقع في اليأس؟ بيعمل ايه؟ يفكرني بالسقطات بتاعتي. انت فاكر انت عملت ايه؟ انت هو في حد يعمل كده؟ هو خادم زيك في الكنيسة يعمل كده؟ فيقعد يفكرني بالسقطات بتاعتي. ايه كمان؟ يصعب الطريق بتاع الجهاد، الطريق بتاع الجهاد والوصول لربنا والتخلص من الخطية والنمو في الفضيلة، وقدامي المجالات بتاعت الفضيلة بقى كبيرة وواسعة والقديسين وصلوا لدرجات عالية جدا، يصعب الموضوع ده. انت فين والقديسين الحلوين دول عمل فين؟ انت هتيجي ايه جنب الناس دي كلها؟ ولاقي نفسي موضوع صعب، فعلا صعب. معقولة الأجابية دي كلها هصليها؟ معقول الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد الضخم ده هقراه كله؟ فيصعب عليا الطريق ويصعب عليا الخطية أو الجهاد اللي أنا بعمله. إيه كمان؟ أفقد ثقتي في ربنا، يشككني في ربنا، يشككني في ربنا، ودي الحرب الأولانية اللي عملها مع آدم وحواء، شككها، قال لها كده أحقا قال لكم الله لا تأكل من شجر الجنة؟ فقالت له لا،
ربنا قال تاكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، لأن لو كلنا منها موتا نموت. يوم هو يقول إيه؟ لن تموت، بل بالعكس، ده أنت لو كلت منها تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. ده بيشككها في مين؟ بيشككها في ربنا ووعود ربنا. إذن الشيطان يشككني إن ربنا موجود، يقول لي هو فين ربنا اللي واقف ده؟ هو سايبك كده تتلطش، سايبك كده تاخد على 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 وشك شمال ويمين وانت ساكت مش عارف تعمل اي حاجه، فين ربنا ده؟ فيشكك. ايه كمان؟ ايه كمان الشيطان بيعمله علشان يوقعني في الياس؟ مش سامع؟ يعني حد كمان يعايره بخطيئته او يعايره بضعفه، يبعت له ناس تعايره بالضعف دوت. زي مثلا لما جه سنحريب وقف قدام اورشليم وعمل ايه؟ قعد بقى يتكلم، هو فين الالهه اللي وقفت قدامي؟ شوفوا الالهه بتاعت الشعوب اللي قبلكم كلكم، مفيش ولا واحد منهم قدر يقف قدامي ولا ينقذ واحد من الشعب بتاعه، انتوا هتقدروا عليا؟ وابتدى يعايرهم بالضعف بتاعهم، وبقى بيتكلم كمان حتى بيتكلم باللغة العبري علشان يفهم الشعب، لدرجة انه الرسل بتوع الملك حزقية وقفوا قدامه كده قال طب اتكلم معنا بينا وبين بعض بلاش، عشان معنويات الشعب دي كلها هتقع لما انت عمال بتتكلم بالطريقة دي وبتعايرهم. وبعت الرسائل اللي فيها التعيير اللي وصلت عند حزقية. ايه كمان يوقعني في اليأس تاني؟ ازاي ربنا مش هيقبلني؟ ممكن يقول لي كده، ربنا مش هيقبلني. زي ودي حرب شديدة جدا وقع فيها يهوذا، واحد من التلاميذ وقع في الحرب دي، ربنا هيقبلني بعد اللي عملته ده كله؟ استحالة. وراح وشارق نفسه. يعمل ايه تاني؟ يخليني اركز على كل الحاجات الوحشه. عارفين ايه؟ ما كل العالم كده، ما كل الناس بتعمل الخطيه ديت، ما كل الناس واقعين في المشاكل ديت كلها. انت هتعمل ايه؟ انت هتقدر تقاوم التيار الجارف اللي العالم بيعمله؟ فيوقعني في الحته دي كمان. ايه كمان يوقعني في الياس؟ يزود عليا الحروب. بس دي مش عايزين نسيبها كده، لانه طبعا انا اتخيل انه بيزود علي الحروب زي ما حصلت مع الانبا موسى الاسود. الانبا موسى الاسود حس بالحته ديت، لقي نفسه بيجاهد الحرب تزيد اكتر، يزود صوم الحرب تزيد اكتر، يزود مطنيات الحرب تزيد اكتر، فلقى الموضوع كده صعب جدا. بس ده علشان كان الانبا موسى ساعتها وقع في مشكلة انه مشي بدماغه في التدبير بتاعه في الجهاد بتاعه، دي كانت المشكلة ساعتها. ايه كمان يعمل ايه كمان الشيطان علشان يوقعنا في اليأس؟ ها يعمل ايه؟ يعني ايه شتتني؟ يحط لي حاجات كتيره كده قدام عينيا عشان الحاجات دي تاخد تفكيري وتاخد مجهود بتاعي، واقعد ابذل مجهود في كل الحاجات دي الاقي نفسي اتشتت وفي الاخر ما وصلتش لحاجه وبقيت ضعيف جدا. ودي بيعملها على فكره، خدوا بالكم ان ساعات الشيطان يعمل ماركتينج لاي حاجه في الدنيا، هو دي شغلته يعني. علشان ايه؟ عشان الحاجه دي تاخد عينيا، تاخد تفكيري، وابقى عايز اوصل للحاجه اللي عند كل الناس ديت، حاجه ما لو اللي تبقى عنده يبقى مبسوط ومرتاح جدا، واللي ما عندوش الحكايه ديت يا سلام على البؤس والحزن اللي هو فيه. يعمل، وهو ده اللي على فكره مبني عليه علم الماركتينج،
انه حاجه ممكن ما تكونش ليها لازمه انا مش محتاجها، يحط لي بقى انها ازاي انت تعبان جدا ان ما عندكش الموضوع دوت، فابتدي اجري ورا الموضوع ده ومش عارف اوصل له، فلاقي نفسي حصل لي ايه؟ يأس، مش عارف اوصل للحكايه دي، حزن ويأس واحباط، مش عارف اوصل للي هو عمل لي عليه الدعايه دي كلها. ايه كمان؟ المقارنه، صح؟ يحطني في مقارنات، ادخل في مقارنات، مقارنات ممكن ما تكونش على مستواي، وعلى اقارن نفسي في الحياه الروحيه واقارن نفسي في الحياه الماديه، والاقي نفسي ضعيف جدا، قليل جدا، مع انه في حاجات تانية حلوه عندي وكل حاجه جميله، بس الاقي نفسي اقل. اول ما الاقي نفسي الحته ديت وقعت في المقارنه يجي لي يأس ويجي لي احباط. إذن الشيطان الحرب بتاعته شديده جدا، وهو مركز قوي علشان يوقعنا في حته اليأس. ليه؟ عشان لما اقع في اليأس وافقد رجائي في ربنا وافقد علاقتي مع ربنا، ابتدي بقى انسحب عن بعيد عن ربنا، وابعد ابعد، يوم هو يعمل ايه؟ يستلقاني، وبيبتدي يشتغل بقى عليا شغل جامد جدا، يوقعني بقى في خطايا، والاحباط يسوق الانسان لخطايا كتيره جدا في حياته الروحيه. إذن هو ده التارجت بتاعه، انه يوقعنا في اليأس علشان احنا نستسلم، لأنه نقاوم، يستفرد بينا ويبتدي بقى يشتغل علينا في خطايا كتير جدا، ويزداد الواحد فينا من الإحباط إلى اليأس. طيب موضوع كده ضلم، عايزين نفتحه شوية بقى ونشوف نعمل إيه إحنا قصاد حرب اليأس العنيفة اللي الشيطان بيحارب بيها أولاد ربنا. نمرة واحد علشان أقاوم الحرب بتاعت اليأس ديت، لابد أن أنا أستفيد بنعمة ربنا اللي موجودة علشان كل واحد فينا. نعمة ربنا دي بقى بتعمل إيه؟ نعمة ربنا ديت اللي موجودة في الكتاب المقدس، في وعوده، وعوده في الكتاب المقدس. يعني تلاقوا كده هوت واحد من السبع بتوع الرسائل اللي اتقالوا في سفر الرؤيا، يبان عليه جدا ان هو ضعيف، يقول كده عليه عندك قوة يسيرة. قوة يسيرة يعني ايه؟ يعني غلبان، ما عندوش قوة. يمكن يقول له ايه بقى اللي عنده قوة يسيرة دي؟ ربنا بقى بنعمته بتعمل معاه ايه وتكلمه ازاي؟ يقول له كده قد جعلت امامك بابا مفتوح لا يقدر احد ان يغلقه. جعلت قدامك باب مفتوح محدش يقدر يغلقه. طيب واللي بيحاربوك مجمع الشيطان دول هخليهم يجوا يسجدوا قدامك، يجوا ويسجدوا قدامك. مجمع الشيطان دول اللي متجمعين حواليك دول وعايزين يوقعوك في اليأس عشان انت عندك قوة يسيرة وبقيت ضعيف، لا، انا هبقى جنبك وهقف معاك وهخليهم يعرفوا ان انا بحبك جدا جدا جدا، يعرفوا اني احبك. شايفين الكلام؟ اهي دي نعمة ربنا، وعود ربنا بقى في الكتاب المقدس اتسند بقى عليها، هي دي نعمة ربنا. اول حاجة تنقذني من الحرب بتاعة اليأس هي نعمة ربنا. طول أنات ربنا على كل واحد فينا، طول أناته على شعب اسرائيل، ازاي كان مطول باله عليهم طول ما هم في البرية، يقولوا عايزين كذا يجيب لهم، يقولوا عايزين مية يجيب لهم مية، وماشي معاهم 70 سنة 40 سنة أنا آسف علشان يوصلهم هناك. طول أنات ربنا دي تشتغل مع واحد زي القديس بولس الرسول، بعد كل اللي عمله بيجرجر المسيحيين وياخدهم على السجون، طول أناته دي تشتغل مع بولس الرسول عشان بولس ده يتغير، بدل ما هو يبقى إنسان مضطهد للكنيسة يبقى كارز. هي دي نعمة ربنا، نعمة ربنا اللي بتشجع. تشجع مين؟ تشجع واحد زي موسى. موسى ده اللي كان هربان من وش فرعون وخايف يرجع، لان طبعا لو رجع هيمسكوه موتوه، محكوم عليه بالموت. ربنا يظهر له ويقول له كده هوت، تعال يا موسى انت هتخدم معايا، انت اللي هتخرج شعب اسرائيل. قال له انا اللي هخرج شعب اسرائيل؟ انا اللي اعمل كده؟ ده انا اغلف
الفم أغلب في الشفتين، أعرف أتكلم إزاي قدام فرعون؟ قال له أكون معك ومع فمك وأقول لك تقول إيه لفرعون علشان تخرج شعبي من أرض مصر. يشجع. يبقى إذن نعمة ربنا بوعوده في الكتاب المقدس، نعمة ربنا بطول أناته الطويلة جدا على كل واحد فينا لحد ما يتغير، يطول باله على الإنسان الخاطئ علشان يتغير وياخد وقته ويشتغل معاه بالتدريج تحت ايدين اب اعتراف، علشان زي ما سمعنا كده هو عن القديس الانبا موسى الاسود، يشتغل معاه بطول اناه طول اناه، يحتمل ربنا كل واحد فينا محتمله علشان يصبر عليه لحد ما يتغير. اول حاجه هي نعمه ربنا. عشان كده بقى ايه نمره اتنين، لازم اكمل بقى انا بعد نعمة ربنا اشتغل بقى الشغل بتاعي، حاجات اللي انا مفروض انا اعملها، ايه اللي مفروض اعمله. اول حاجة لازم اكون بلجأ للصلاة، دي اول شيء ممكن الدور بتاعي انا كانسان اعمله، ان انا اجري على حتة الصلاة، احط الموضوع ده في ايد ربنا. مش انا عندي مشكلة، مش انا عندي ضعف، مش انا في حاجة مسببالي يأس وبعداني عن ربنا، أحط الموضوع ده في إيد ربنا. مرة حصل مع واحد في العهد القديم اسمه عزرا الكاهن. عزرا الكاهن ده من ضمن الأفواج اللي رجعت بعد السبي، فلما رجع ورمم الهيكل وابتدى يقرأ الشريعة وابتدى الشعب يعيط وابتدى يعمل حاجات كتيرة حلوة جدا، وبعدين لقى إن في وسط الشعب في خطية صعبة جدا. إيه الخطية دي؟ متزوجين من أجنبيات، يعني ناس بتعبد الأصنام والأوثان. فهل نعمل في المشكلة الكبيرة دي؟ إزاي هقول لهم سيبوا زوجاتكم وسيبوا أولادكم وطلعوهم؟ هقول لهم كده إزاي؟ أم صلي صلاة في إصحاح 9 في سفر عزرا وقال له رب أعمل إيه؟ كلنا أخطأنا وكلنا بعدنا عن الوصايا بتاعتك من إحنا ومن أجدادنا، عملنا كدل دوت، اعمل ايه يا رب في المشكله اللي انا مش عارف اعمل فيها ديت؟ اقول لهم ازاي يعملوا كده. خلص الاصحاح 9 وصلى الصلاه بتاعته وابتدى اصحاح 10. في اصحاح 10 هو قاعد كده ومش عارف يعمل ايه، جاله واحد من الشعب قال له مالك قاعد كده زعلان ليه؟ بتطلب من الشعب الموضوع ده، وقال له ايه في غايه الجمال، قال له ايه؟ قال له يوجد رجاء لاسرائيل في هذا، يوجد رجاء لإسرائيل في هذا. مهما كان هذا الموضوع أحط الموضوع ده في إيد ربنا بالصلاة، هلاقي ربنا ابتدى يسند وابتدى يشتغل معايا. يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، وفعلا طلب عزرا من الشعب أنه يسيبوا الزوجات الأجنبيات دول واستجابوا وابتدوا يقدموا توبة لربنا ويرجعوا لربنا. يبقى نمرة واحد نعمة ربنا، نمرة اتنين الصلاة نقطة مهمة جدا، نمرة تلاتة البوزيتيف سينكينج زي ما كنا بنقول كده في العشر دقايق، الأفكار الإيجابية قصاد كل فكرة سلبية الشيطان بيحاربني بيها، لابد يكون عندي فكرة إيجابية أقاوم بها الفكرة دي. يعني إيه؟ يعني الشيطان يقول لي مثلا ويزلني ويعيرني بالخطية، أقول له كده لا تشمتي بي عدواتي لأني إن سقطت أقوم، أرد عليه على طول بكل الأفكار الإيجابية اللي ممكن تبقى موجود. طب أجيب الأفكار الإيجابية دي منين؟ موجودة في الكتاب المقدس، وربنا بيقول كده بنفسه، الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. أهي أفكار إيجابية موجودة بآيات حلوة في الكتاب المقدس علشان تدينا قوة وتدينا مسند وتدينا معونة وتدينا رجاء في وسط الحرب اللي أنا بتحارب بيها. يبقى نمرة واحد نعمة ربنا ما ننسهاش، شغالة معانا وبتشجعنا، الصلاة تعطي للواحد فينا رجاء، نمرة ثلاثة الأفكار الإيجابية، نمرة أربعة كشف الفكر. أكشف بقى الفكر ده، أنا وقعت في يأس، تعبان، متضايق، أكشف الفكر ده وأفضحه،
أفضحه قدام مرشد روحي، أفضحه قدام أب اعترافي، علشان في وسط الحاجات السودة اللي ممكن أكون أنا عايش فيها وشايفها يوم يشاور لي على نقطة حلوة وطاقة نور جاي منها نور، علشان ألاقي طريق أبتدي أمشي فيه، أو المنفذ اللي بولس الرسول اتكلم عليه قال كده يعطي مع التجربة المنفذ. مين يشاور لي عليه ده؟ محتاج أكشف جوايا في إيه؟ أكشف الحرب اللي موجودة دي واليأس اللي موجود جوايا، علشان ألاقي معونة من مرشد روحي أو أب اعتراف علشان يرشدني في الحرب اللي أنا بتحاربها ديت. يبقى نمر واحد نراجع تاني كانت إيه؟ ما ننساش إيه؟ نعمة ربنا. نمرة اتنين الصلاة. نمرة تلاتة التفكير الإيجابي. نمرة أربعة كشف الفكر. نمرة خمسة خطوات صغيرة. أشتغل في أي موضوع، أي موضوع أنا بتحارب فيه باليأس أو حصل فيه فشل أو حصل فيه سقوط، أقول كده هو طب إيه خطوة صغيرة ولو صغيرة جدا أبتدي فيها، وبعدين أنمو فيها قليلا قليلا. أنمو فيها إيه؟ قليلا قليلا. ربنا كده هو لما جه شعب إسرائيل داخل على أرض الموعد قال له شعب إسرائيل إيه؟ قال أنا مش هشيل أعدائك من قدامك كده مرة واحدة، علشان لو شلتهم من قدامك هتقوم عليكم السباع اللي موجودة في الأرض ديت وتموتكم، فأنا هعمل إيه؟ هشيلهم من قدامكم قليلا قليلا، بشويش بالتدريج، واحدة واحدة، علشان نقدر إحنا نحارب ونقدر إحنا نقاوم. يبقى إذن أحط ولو حاجة صغيرة أبتدي بيها، حاجة لو في الخطية أنا لو بقع في خطية والخطية دي بتزلني، حاجة ولو صغير، تدريب ولو صغير جدا أبتدي أقاوم فيه وأجاهد فيه علشان أوصل للهدف اللي أنا عايز أوصله. الحكاية دي عاملة زي إيه؟ مرة كان في واحد من الرهبان الأب المسؤول عنه قال له تعالى عشان تشتغل، احنا الحياة بتاعتنا في الدير فيها صلاة وفيها قراية وفيها شغل، فتعال عشان تاخد الشغل بتاعك. ودع علشان يشتغل في حقل، الحقل ده كان مليان شوك مش هينفع يتزرع، فقال له بص احنا عايزين ننظف الحقل ده علشان نزرع الحقل ده بعد شوية. فقال له حاضر. قال له تاني يوم لقاعد حطت ايده على خده جنب الحقل وما عملش اي حاجة، فقال له ايه الحكاية؟ ما عملتش حاجة ليه؟ قال له بصراحة أنا بصيت على العمل ده لقيته كبير جدا والحقل كبير قوي ومش هعرف أخلص الكلام ده كله، يأس، حرب يأس، أعمل إيه في كل الحرب دي؟ قال له لا، ما أنت تشتغل خطوة خطوة. يعني أعمل إيه؟ قال له كل يوم تنظف في الحقل ده على قدر المرقد اللي أنت تنام فيه، يعني 2 متر في متر، كل يوم كده تشتغل علشان تعمل الحتة دي. وفعلا اشتغل وبالتدريج وقليلا قليلا قدر انه يخلص وينظف الحقل ده. هي دي الحتة اللي محتاجينها، ان انا اشتغل قليلا قليلا علشان اوصل ان انا الهدف اللي انا عايز اوصل له. يبقى احنا قلنا كده هو 5 حاجات. اول حاجة نعمة ربنا بتسندنا، نمرة 2 صلاة، نمرة 3 التفكير الإيجابي، قصاد كل فكرة سلبية أحط قصادها آية أو قول أو فكرة إيجابية ترد عليها. نمرة 4 الإيه؟ كشف الفكر. نمرة 5 خطوات صغيرة توصلني للهدف اللي أنا عايز أوصل إليه. بكده نبتدي نسلك في حياة الرجاء ونبعد عن اليأس اللي الشيطان بيحاربنا بيه علشان يسيطر على أولاد ربنا ويوقعهم في خطايا ويزلهم أكتر وأكتر بهذه الخطايا ويوقعهم في يأس تاني عشان في الآخر يفقدوا حياتهم الأبدية. عشان كده بولس الرسول من أهمية الرجاء قال الكلمة دي، قال بالرجاء، لأننا بالرجاء إيه؟ خلصنا. بالرجاء، بالرجاء اللي احنا بنشتغل بيه بالفكر ده والطريقة اللي احنا قلنا عليها. نمرة 1 ان احنا نعمة ربنا بتسندنا، نمرة 2
الصلاة نمرة 3، تفكير الإيجابي نمرة 4، كشف الفكر نمرة 5، خطوات صغيرة توصلني للهدف. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.